الزمن غدار رح يجرحك حده وجه الفرح موجوع يا من صفع خده انك عدوك صار ما بيرحى بترده صار الرحم من نار اخضر ليش هيك طلع عمال وشو؟ يا ربي دخيلك شو بده يكون صاير معه؟ ابن عمي وين كنت؟ الحقيقة في خبرية مش كثير حلوة. يو خبرية شو؟ الحاكمية الفرنسوية مش كثير مبسوطة من اللي أنا عملته وعرفوا إنه أنا استقلت كرمالك. شو يعني؟ ما بعرف بس اللي بعرفه اني مش ندمان ابدا. انا مستعد واجه الدنيا كلها كرمالك.
مش بس الفرنسوية، الدنيا كلها. تطلع على قبري، شو بحبك. خير ان شاء الله. انا رح شوف مين يا بي. يا رب تلطف يا رب. مين جاي لها من صاص الليالي؟ مين يا بي؟ خالد؟ خير خير ان شاء الله. شلونك خال؟ اهلا وسهلا خالي، خير ان شاء الله. الوالد عاوزك بامر ضروري. خير، شو بده يسعد الوالد؟ والله علمي علمك خال، اللي بده الثاني بيجي لعنده. خال الوالد عامل اجتماع لكل كبارية الحارة وعاوزك ضروري. يا ابي فهد اطلع منها الله يرضى عليك. ماشي خالي ماشي. يلا عدى سلاحك. السلام عليكم. الله معك. فوت يا ابي فوت. وصل عمي ايوب، جاي وراك على الحارق. اتكل على الله. سلام. الله معك. مع السلامة. شو بدهم يا ابي؟ علمي علمك يا ابني، عسى خير. شرك يا الله. يلا انا رايح للطوبيه. الله معك يا بي. انا رايح معك. كان شو رايح معي؟ شو تمينا ساعه ونحن عم نلعين؟ خلصنا يا بي، خليك هون مع اختك وامك، انا ما بطول. السلام عليكم. الله معك. معقول يكون لقطه كريم وخاتوم؟ خلاص يا عمي روح، بس يرجع ابوك بنفهم شو الروايه. فوت تقبرني فوت. فوت استهدي بالرحمن. يعلم الله يا زيبا انه هذا الشيء اللي عم تعمله بيرفع الراس لسابع سما، والله بيرفع الراس. الف الحمد لله زعيم، الف الحمد لله. والجايه بيسر اكثر، وان شاء الله هي بدايه بس. وديب الجبل اللي متزعم سوار الغوطه وشوي من حواري الشام بعت لي خبر خص نص انه بده اياك تشتغل معه، خصوصي بعد ما سمع بضربتك للفرنساوي. الي الشرف زعيم، الي الشرف، وان شاء الله اكون ادى لهالامانه. أدى ولك زيباء، أدى وقدود، وبإذن الله بإذن الله راح نكون إيد واحدة بإذن الله. الله يعزك زعيم، الله يعزك. يلا يلا تفضل عمي تفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. السلام. أهلين. شو زاد عمركم؟ وعليكم السلام. السلام عليكم. الله محيّس لك عمي. والله الشيء اللي عملتوه بينومس القلب من جوا يا زيبا. اي أيوة والله. بارك الله فيكم يا رجال، ونحن ما عملنا غير الواجب. الله محيّس. ممكن تفهمنا يا سيد ابو عزو شو سبب هاي الدعوة؟ ومشان شو بهالوقت؟ الزيبا عنده كلام بده يقوله على مسامعكم جميعا. خير ان شاء الله. هات لنشوف. راح احكي لكم السيره. هات اشوف. لك تفوني وين جايبين انتو؟ وين جايبين انتو؟ عم لك سيارات ما بدنا نجيبك، يعني جايبينك هيك على شيء منسف. فوقه خاروف محشي شعك. وين بدنا نجيبك يعني؟ بعد كمان والله يا ابو جمري ما فهمنا شو القصد من هاي السيره. والله حكايتك انا فهمانش مره. القصد عمي افهد انه المستوره ما غلطت وطلعت من الحاره مع جوزها على سنه الله ورسوله، ولا شو رايك شيخنا؟ كلام الزيبق مزبوط يا رجال. بس يا رجال ما عندنا بنات بتخرج عن طور اهلها، مزبوط الحكي ولا لا؟ بعدين اللي عم بحكي عنها هي بتكون بنت اختي، يعني لو كانت بنتي كنت ذبحتها وسيحت دمها وخليت عبرها لكل الخلايا. بس كمان شيخنا اعلم بهي الامور يا ابو فهد. وهلا وينهم؟ قلنا مشان الله، قلنا مشان نغسل عارنا. والله بعد ما كتبوا كتابهم حملوا حمالهم وتيسروا. لك شلون تخليهم يروحوا؟ شلون؟ والله الزلمه هو وحرمته فاروق، ما لي عنده ضربه لازمه ولا حتى اني ارشهم بكلمه هالقد. كلامك مزبوط يا ابني،
يا رجال، هذا الكلام اللي كان الزيبق حابب يقوله وسمعتوه منه، بس هذا ما بيعني ابدا انه انا مرق القصه وانا في ايدي حساب مع كريم ومع بنتي. بنفس الوقت ما بدي مخلوق لا يجأجئ ولا يلقلق بالقصه، والحاضر يعني من الغايب. شو معنات هذا الحكي يا بي؟ يعني هلا بيت ابو العز بدهم يلموا القصه؟ يا بي اهدى الله يرضى عليك. يا بي شلون بدك اياني اهدى؟ اذا هن من ورا هذا الكلام عم يطالعوني مو رجال وما بعبي العين. يا بي كل الخلايق لازم تعرف انه ما خفي اعظم. حق معك يا مو، بس انت اهدى واترك ابوك بيتصرف. ايه يا مو، وانا كمان رح اتصرف. كل الناس لازم تعرف انه هاي البنت عايبه. يلي كاشر ايدنا ورجلنا انه البنت من لحمنا ودمنا، من شان هيك لازم تتبرى منا قدام كل الناس يا بي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحق معه. الحمد لله تلاقي خاتون طلعت متجوزة، هلا اكيد بيكون برد قلبكم، وحتى الخلايق بتكون نسيت الفضيحة وكل القصة. مين يلي قال لك انه برد قلبنا؟ اه لكن انا ما لي مصدق ولا كلمه من اللي قالون الزيبه. نعم تطلعي من راسي مو ناقصه هيك. بعدين شو له مصلحه يكذب الزلمه؟ شو له مصلحه؟ كله على خير تقبرني، كله على خير. يلا تصبح على خير ابن عمي. بدك تحكي شو قصة المعسكر الفرنساوي وليش مرابطين هون، ولا تترحم على روحك الخسيسة؟ لك عن شو بدي احكي؟ عن شو بدي اقول؟ احكي اللي بتعرفه ولا؟ لك والله ما بعرف شيء، لك انا شقفت جندي عنده. ولك بدك تحكي ولا حابب اعرفك انت المضطهر هلا؟ بدك تحكي ولا لا؟ احكي لها شو؟ نحن مرابطين هون مشان مشيت اراضي المليحة من كل الشباب اللي فيها مطلوبين. ايوه شو في كمان شي بيفيدنا؟ لك والله هذا كل شي بعرفه يا عقيد. اصبح ترحم على روحك يا واطي. لك لا لا خلص رح احكي. احكي احكي لشوفوا لا احكي. لا احكي، نحنا بالمعسكر في عنا فشك وسلاح وخلافه وكله مجهزينه مشان الحملة اللي بدنا نعملها بالغوطة. ايوه خدوه قوم معي. قوم لا قوم قوم. مش مقبول الزيبق يكون منطرنا على نار بلا ما يخبرنا شو اللي عم يصير. قولي على قامتي، اكيد بيكون صاير معه شيء مو خير. خير ولا مش خير؟ الوقت هلا نص ليل ونحن ما معنا خبر شيء. ابن عمي الغايب عذره معه. الزيبق ما عم بيصدقني وانا ماني عاجز ابدا اني احل اموري لحالي. بوس ايدك طول بالك. انا من بكره رايح لعند بيك. بكره شو بده يصير يعني؟ نيناتنا مجوزين على سنة الله ورسوله، ما حدا له معنا شيء، ما حدا له معنا شيء. معك حق. ماشي؟ ماشي. هلا خلينا ننام والصباح رباح، كرمالي ابن عمي. وين هلا؟ وين أراضيها؟ ما بعرف لك أبي ما بعرف. ولا حتى الزيبق بيعرف. كل شيء بيعرفه إنه حسبي الله ونعم الوكيل، إنه الزلمة كان شاهد على كتب كتابهم. معناتها خاتون ما غلطت. خاتون طلعت عن شوري يا زمرد وسرقتني من بيتي وصغرتني قدام الخلايق، ما غلطت؟ على الله لو نقدر نشوفها نفهم شو صاير معها. ما عاد يفيدوا الكاز مرود هالشي كله، هاد ما عاد يفيد. ولا ما عم صدق انه هاد الحكي طالع من قلبك يا ابي. طلع ومشي الحال لك يا زمرد، طلع ومشي الحال.
تجهزوا حالكم يا رجال مشان نضرب ضربتنا، وبإذن الله السلاح اللي جوات المعسكر رح يكون من نصيبنا. لعيونك بإذن الله. لعيونك أمير. بس يا زيبا، شلون بدنا نفوت على معسكر كامل من الفرنساوي؟ لا لك زهير، الدرب اللي ماشيين فيه بده رجال ما بيهابوا الموت، واللي بيهاب الموت ما له مطرح بيناتنا. ولو يا زيبا، لحنا قد وقدود ومو المقصود انه خايفين، بس يعني الحذر واجب. انا في براسي دوباره راح تخلينا نفوت على المعسكر ونسحب الرزق، ولا مين شاف ولا مين دري. على الموت وحياتك. على الموت والله. على عينك على الموت. الله حيك. إذا قدر الزيبا يرجعني على العمارة بيكون كتير منيح وخدمني خدمة العمر، وإذا لا كمان رح لقي حل أخلص منه. في شي ابن عمي ليه مو نايم؟ أنت نامي. هلا أنا بنام، بس راسي بعده مشغول شوي. بس مدري ليش حاسس انه دليل حاسة على شيء من طريقة حكي معي. يا ست نوزة. أهلين، تفضلي. نعمة خانم. انت بتعرفي انه خاتون هربت مع كريم ماهي؟ انا عمي الزعيم مثل ما بتعرفي، وعمي اذا دري انه انا لي خبر بالسيره وما قلت له وراح يطلقني من جوزي رح يشخطني على البلوعه. لا يوه، ان شاء الله ما بصير هيك شيء. يعني انا وقفت حدا لخاتون لانه ما بدي اوقف الطريقه، بس كمان ما بدي انضر. طب يا خانم، انا لسه لهلا ما فهمت شو المطلوب مني. تياكي، اذا اجى عمي الزعيم سأل اي شيء ما تنجاب سيرتي. نو نو. السلام عليكم. السلام. اهلين يا رجل. انا رايي افتح المحل اخي. السلام عليكم. يلا لاحق. شو يا رجال، شايفكم جايين على السوق هيك كأن شيئا لم يكن؟ شو قصدك لك فهد؟ قال شو قصدي؟ قال لك على اساس السيره كثير بدها شرح، كيف بتورجوا وشكم للخلايق قبل ما تغسلوا الفضيحه؟ ضب لسانك على سلك. ها فهد، عليك شو عم تحكي؟ ها يا جماعه، هذا الكلام مردود عليك وانت بتعرف انه نحن رجال من يوم يومنا. ايه اصبح ورجونا مراجلكم عمي وخسروا الفضيحه اللي وصلنا منها طرطوشه، ولا ما كنتوا سمعانين شو عم يحكوا بالحاره؟ فهد انت زودت كثير. تعال لهون يا بي. شو هاد يا خانو؟ اسكتي، ما في شيء من واجبك. والله انتي ما في منك قليل، شو عم نتعبك معنا. الله يعوض عليك. تسلمي لي يا حبيبة قلبي انتي. يلا بخاطري. مع السلامة. الله معك. كرامة سيدي. شو في ريان؟ سيدي، في مرة برا اسمها داليدا حابة تشوف جنابكم. نعم، خليها تفوت. حاضر سيدي. داليدا، كيل سوربريز. Bienvenue. Comment ça va Daniel؟ Ça va très bien. أنا جيت من بيروت لأنه بالي عند كريم، وصراحة ماني مرتاحة لهالمهمة اللي هو فيها. تنكيت بعد ليدا. تفضلي تفضلي سيوبلي. كريم بخير وأنا تواصلت معه لحتى يحكيكي. جستي، بس أنا بدي أشوفه.
كريم، كريم بمهمة أمنية. خلينا بالأول نلاقي لك بيت لحتى ترتاحي ومن بعدها بنحكي وبنخليه يشوفك، ما تعتلي. بوركوا؟ ليه مش عنده بالبيت؟ دليلة، دليلة كريم ترك البيت. اجى عدة تهديدات من مصر رئيس مخفر الإمارة. كوا؟ تنكتبه، هو بخير وتعتلي. أنا بدي أشوفه يا دانيالي، لازم أشوفه بأسرع وقت. دليلة، أنا وعدتك تشوفيه خلص شو بك؟ سيلفو بلي. تكرم عينك. تشربي شيء؟ أهلين أهلين، تفضل تفضل. لا تواخذني. كنت يمر لعندك امبارح بس لقيت الوقت متأخر. بطلت الهاتف، تفضل. يلا يلا. عزو! شو مالك قايم اعتبار لكلامي لك يا فهد؟ نحن من يوم يومنا قايمين اعتبار لكلامك يا زعيم. بس إذا بتسكت عن اللي صار مو حلوة لا بحقك ولا بحق أولادك. خلص يا أبي، خلصنا بقى. بعد إذنك يا أبي، لازم يعرفوا الكلام اللي عم بيقولوه الخلايا. فهد! أنت ولد قليل أدب ومالك مربى منيح، بس الحق مو عليك. شو قصدك يا زعيم؟ اسأل العالم اللي حواليك، اسألهم شو عم يقولوا. ولك فهد، اللي صار بيناتهم صار حسب شرع رب العالمين وبالحلال، بس انه يطلعوا عن شوري هذا الشيء انا بس اللي بحاسبهم عليه، فهمت؟ بنتك كانت تلتقي بكريم بالخستخانة. لا زودت كريم! الله عينك يا شو! والله عيب! شو ما؟ حسب الوفاء. بتعملني بسرقة؟ لا 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 لا، هذا الكلام مش مسموع أبدا. هذا اللي فهمته من الزعيم أبو العز. ورحمة أمي إني أنا ما عملت هذا الشيء وبحياتي ما ممكن أعمله. أنا مصدقك، بس الظاهر انه القصة مدبسة فيكي، والحكي اللي عم ينقال انه كريم هو اللي دافشك على هالشي. اي لا، انا ما رح اسكت عن هالهيلة ابدا. انا هلا رايي على عمارة، هلا بدي واجه الكل، لانه طالما انا بعيد مشاكل رح تزيد والحكي رح يضل. ما رح خليك تروح على العمارة، اذا رحت يا كريم بيقتلوك. الموت اسهل علي من الاسم على هالحكي. نحن مش حرامية. واحد الله كريم، هذا مو حل بنوب. بوس ايدك يا كريم. زيبا، ابي مصدق انه انا ممكن اسرق وممكن اعمل هيك عمله؟ صراحه الزعيم ابو العز مكسور من ورا الشيء اللي صار، بس شهادتي قدامك باريه الحاره رح تخفف الرغي والكلام الفاضي بين الناس. انا ما بيهمني كل الناس، انا بيهمني ابي، بيهمني ابو العز، هو اللي مربيني ولازم ما يشك فيني. ابو العز لساته مو متقبل الفكره، هو حكي قدام اهل الحاره لا حول ولا قوة إلا بالله. أحكي إنه متبري منك، متبري منك ليوم الدين. أبي متبري مني؟ يعني غضبان علي؟ هيدا مش عدل، نحن ما غلطنا تيتصرفوا معنا بهالطريقة، ما غلطنا. يا لعبتي، يا لعبتي يا خاتون. ما بعرف شو بدي إلكم، بس الظاهر إنه القصة لساتها حامية وبدها شوية وقت لتروق القلوب. لا، ما رح أستنى لتروق القلوب. أنا هلأ رايحة على أبو العز، خليه يذبحني قدام كل الناس وراح أحط عليه كلمة هلد. لا يا خاتون، لا، أنا اللي بروح، أنا بلشت هالشي وأنا بتحمل مسؤولية. لا، ما رح تروح. وحدوا الله واستهدوا بالرحمن لحتى تعرفوا تلاقوا حل. بس مين اللي له مصلحة إنه يزيد الخلاف بينك وبين أهلك؟ آمين. ما بعرف. يا ربي. وحد الله يا ابو العز، وحد الله. لا اله الا الله. انا منين بدي الاقي لك يا شيخي ولا منين؟ اللي مشان اللي خلقك. طالما المستوره بنتك ما غلطيت وطلعت من الحاره مع جوزها على سنه الله ورسوله، معناتها ما حدا له كلام بنوب. والله يا شيخي انا ما راح يجيني عود الا لحتى اتاكد من هذا الحكي اللي عم تحكي فيه الخلايق. ما راح يحتالي بعد.
الله ونعم الوكيل. أنا بعرف إنك عم تشتغل ضد الفرنساوية يا خيي سايبر. وأنت منين بتعرف هالشي؟ من وقت قصة الأوبيتال لما انهربت من هونيك. والمعنى؟ المعنى إني بدي ساعدك لأنه الفرنساوية ما عم يتركوني لحالي. بعدين بدي أثبت لك وأثبت للزعيم وكل هاي الحارة إني واحد منهم. لأنه إذا آمنوا إني واحد منهم القصة بتصير أسهل. بس لنحتاج شي ببقى بخبرك. هلا أنت التفت لمشكلتك ولحرمتك. وبعدين كل شي مقدور عليه. زي بقى وثق فيني. أنا فيني ساعدك كثير ضد الفرنساوية. بعدين أنت عملت معي بأصلك وأنا لازم أرد لك الجميل. أنا لهلا ما عملت غير الواجب. الواجب وبس. أنا ناطر إشارة منك، إشارة واحدة بس حتى تعرف كريم الخي والصديق اللي مستعد يفديك ويفدي كل أهل الحارة، والله الله بيشهد على هالشيء. لك إيه؟ هذا الحكي العاطل طلع من تمه لأخوكي فهد، طلع من تمه لفهد، عم تفهمي؟ بيكون حكى هذا الحكي مشان يخلصكم من رغي أهل الحارة. لك وداد، لك افهمي علي. لو أخوك ناوي على الخير كان حكى بيني وبينه، كان أخذني على جنب، بس هو حكى هذا الحكي قدام الخلايق كلها. لك حكى حكي لا بينزل لا بميزان ولا أبان. استغفر الله العظيم. طول بالك ابن عمي، طول بالك. خلاص وداد، عجت إلي طول بالك. أخوك فهد بده قص لسان، رح اصل له اياها. العلامة المصايب منين عم تنزل على راسنا؟ يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. شو؟ دليدا هون؟ ايه والله يا افندي، هذا اللي صار. لما كيف اجت هيدي من بيروت بلا ما تاخذ اذن مني؟ كيف؟ هذا اللي صار يا افندي، ضمغم لانهاب الحاكمية وطالبة تشوفك ضروري. وين عادي هلا؟ رح خبرك. بس خليني اقول لك بالاول انه الكولونيل دانيال خبر انك مغير عنوان بيتك لانك عم تتلقى تهديدات من اهل العماره. يا الله يا الله، شو بتعمل؟ شو هالحكي هاد؟ والله مثل ما عم اقول لك يا ام فهد، ابنك واقف هيك سنجع عرض بوش الزعيم وقايل له هالحكي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عجبك يا أنت حسين؟ عجبك لوين وصلونا هالجماعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعرفي؟ كمان يا معلش، خلي أبو العز وولاده يعرفوا شو عم يحكوا الخلايق عليهم، بلكي بيستحوا على دمهم بروحوا بيغسلوا عارهم بقى، شو عم يستنوه؟ أوف أوف، منين إجتنا هالقصة هاي؟ منين؟ ياما تحت السواهي دواهي. ياما أبو طاهر، بيني وبينك ابني فهد معه حق، لأنه الكلام يلي عم ينحكى بالحارة ما من حبل بنقوب. يا أخي يا فهد، الواجب إنك تهدي ابنك، مو تضوجه بزيادة. ولو شيخي، نسيت إنه البنت بتكون بنت أختي، واللي بيعيب أهلها بيعيبنا نحنا. شبان شيخي؟ بس يا فهد، الفضيحة لازم تتلملم وينغسل عارها، وإلا رح يلحق بناتنا وأعراضنا العار. شبان شيخي؟ ما بينحمل هذا الحكي بنوب. قال عليه الصلاة والسلام: وكفى بالمرء كذباً يحدث بكل ما سمع. يعني هذا كله بيضلوا حكي يا أب فهد، ونحن ما منحسن نحكم من الحكي يا أب فهد.
على راسي، بس خلينا نقطع الشك باليقين. وشلون بقى؟ اسمع شيخي، وهذا اللي صار معي مع أهل هالمستورة، لهيك من بعد إذنك عقيد بدي إياك تطلع معي لحتى نطلبها مرة تانية. بس أنت بتعرف لك ناجي إنه دربنا صعب، صعب كتير، وبهيك حالة جايز تظلمها للمستورة معك. بس أنا رايدها للمخلوقة، بعدين إلا رب العالمين ما يفرش. وأنتوا ناسي وأهلي، مين إلي غيركو؟ خلص تكلنا على الله، اليوم من كل بد منروح ومنخطب لك ياها، وإذا ما قدرت أنا روح بيروح معك خليل. مروق هيك؟ الله يخلينا ياك يا عقيد، الله يديم المحبة. آمين. يا زمرد، أنت كنت بتعرفي إنه كريم عم يشوف خاتون بالخستخانة؟ لا يا بي ما بعرف. لك مين بيعرف؟ مين بيعرف؟ مو انت كنتي طول الوقت مع بالخسخانة ها؟ مو انت؟ بلا يا بي، انا كنت معها كل الوقت، بس ما بعرف اذا اجا عملها زيارة ولا لا. قسما بالله اذا بدرى انك انت بتعرفي ومخبية لا تلومي الا حالك يا زمرد، ها؟ لا تلومي الا حالك. احكي احكي كل شي بتعرفيه، يلا احكي. ما عندي شي اقوله. لك يبعت لي حمى عليكم، لك شلون انطش الخبر بالحارة هالطش؟ شلون؟ الله يستر. خير يا عمي، شو صاير؟ اسع هيك اسع عمي، مشان الله فهمنا شو صاير. هذا اللي كان ناقصني، اتهموني بالسرقة؟ أنا بدي وطي رأس أبي وأخواتي بالحارة؟ أنت لازم تعرفي مين حط كل هالتهم فيك. ما عم بعرف ولا عم فكر بهالقصة، عم فكر روح حط رقبتي بين إيدين أبي خليه يذبحني وريح حاله. ومين قال لك أنا بقبل؟ أنا برحله قبلك، أنا طلعتك من العمارة، أنا بتحمل المسؤولية. لا، ما رح خليك تحمل مسؤولية شي، ومستحيل خليك تروح. وأنا مستحيل خليك تروحي لوحدك، مستحيل. أنا اللي مجنني إنه أهلي كيف مصدقين إنه أنا ممكن أعمل هيك عملة؟ مستحيل. خاتون، أنت إذا بتعرفي مين غريبك بتسهلي علينا القصة. ما بعرف ما بعرف. طيب طيب ركزي معي، خبريني بالتفصيل شو صار من لحظة اللي قررت تيجي فيها لعندي بالتفصيل. اللي بفهم من كلامك انه نعمت هي اللي مسؤولة عن سرقة الذهب. معقولة؟ معقولة تسترجي تعمل هيك عملة؟ يعني هي الوحيدة اللي كانت عارفة انك رح تفلي، يعني هي سارقة المصريات. بعدين انت قلتي لي انه هي الوحيدة اللي بتفوت على غرفة بيك ولا لا؟ ايه صح، بس انا كيف بدي بري حالي قدام اهلي؟ كيف؟ قطعت الهم، انا بتصرف. شلون؟ قلي قلي شلون؟ روقي روقي، اتركيه علي، خلص روقي. يلي وصلنا انه حضرتك بتعرفي القصة من اولها لتاليها، وجينا لعندك لهون وتركنا الحارة عم تغلي بلي. والله يرضى عليك، في مجال تقولي لنا الحكاية من اولها لتاليها من غير لف ودوران؟ يا اختي احكي يلي بتعرفيه من دون زيادة ولا نقصان. صراحة مزبوط، كريم افندي كان يجي على الخستخانة ويشوف خاتون. الله اكبر الله اكبر. يا بنتي انتي متأكدة من هذا الكلام؟ متأكدة يا شيخ متأكدة. الله يرضى عليك، فينك تقلينا كم مرة التقى فيها هون؟ ثلاث مرات شافها، ثلاث مرات لما كانت بالخستخانة ولما تصوب أخوها خالد.
يا بنتي، ربنا بيقول في كتابه الكريم: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يعني انت مسؤوله عن كل شيء عم تقوليها. يا شيخي، انتوا طلبتوا مني احكي الحقيقه وانا عم بحكيها. سمعت شيخي؟ سمعت يا ابو طاهر؟ شو جابك لهون يا ابو العز؟ انا اللي شو جابني لهون يا ابو فهد ولا حضرتك؟ والله نحن اجينا لنتاكد ونقطع الشك باليقين. مني وعلي يا ريتني ما اجيت. والمعنى يا ابو فهد؟ المعنى يا زعيم حارتنا، كلام يلي نقال طلع كله مظبوط. خلونا نمشي هون يا اخوان، هذا الحكي مو هون مطرحه. لا شيخي، لازم كل الخلايق تعرف انه انا معي حق وانه الكلام اللي انحكى طلع مظبوط. فهد، الله يرضى عليك. هدا وحس. ما بصدق لحتى اشوف بعيني واسمع بإذني. فهمت؟ زعيم حارتنا، شرف مشان تشوف بعينك وتسمع بإذنك. تفضل. شرف شيخ. هيك الكويدات؟ هيك بيعمل أخوكي؟ حلوة هيك يعلق مع عز الدين؟ حلوة قدام العالم يقولوا الأهل عم يتخانقوا مع بعضهم؟ الله لا يعطي شيطان وعافية. لك فهد ماله هيك؟ والله ماله هيك. لكن ليش هيك عمل؟ آه ليش هيك؟ هذا بدل ما يوقف معنا بمصيبتنا؟ لك نسي؟ نسي إنه كريمة وأيوب خاطبينه ورح يتجوزوا؟ إنه شو يعني بده يتعب نصيب أخته؟ فهد ما بيتصرف هيك من عقله لحاله. يعني بده يكون خالك هو اللي وازز براسه. يعني خالك وبتعرفيه. آخ قال خال قال. لك الخال سند سند، بده يكسر لنا ظهرنا فوق ما انه مكسور. معك حق، والله معك حق. لك انا من عمري 17 سنه وانا ربيانه بهذا البيت. عمي ابو العز مو مثل ابي. عمي ابو العز ابي، هو اللي رباني. ابي واحد صعب، بس عمي ابو العز ابي حم حما كل شيء، كل شيء اللي بهالدنيا. لما كنت اتخانق انا وعز الدين كان يبهدله. الا نحن ما جبنا بنات العالم والناس على بيوتنا لحتى ننزلهم ونبهدلهم. الله يكون بعونك يا عمي. من وين بدك تلاقيها ولا من وين؟ اشتقت لك يا كريم. أنا كمان، أنا كمان اشتقت لك. وين كنت كل هالفترة؟ وليش لابس هيك كمان؟ هدول تياب للتمويه، كمان عرف إني ضبط مع الفرنساوية. أنا كتير خايفين عليك. ما تخافي، ما تخافي. خلينا نفوت نحكي، يلا. شو صار معك يا خديجة؟ لبستي؟ برضاي عليك يا أمي، قومي البسي، خلينا نروح نشوف المخلوقة شو صار معها. قلت لك أمي ما عاد بدي، ما عاد بدي. لك شو هالحكي ولك أمي؟ بعد ما وصينا المخلوقة على وصلة الشعر وعطيناها الرعبون ما بدك تروحي؟ ما عاد في داعي يا أم. أنا كل هالديباجة كنت عاملتها مشان ما أنفضح. خلاص طالما أنت وأبي عملتوا اللي عليكم وفضحتوني، شو في بقى إلى داعي؟ مشان الله ولك أمي، عاش تحكي بنفس القصة. والله والله كل شي عم نعمله أنا وأبوكي كرمالك. شوفي مين اجاك يامو، شنو ماني نفس شوف حدا. طالما انت مش بامان هون، ليه ما بترجع على بيروت وبتطلب طلب نقل؟ هيدي المهمه رح ترفعني بشغلي، هيدي فرصه ما رح تتكرر. انت بتعرفي قديش انا بطمح اعلى اعلى المراتب. طيب بس مش على حساب حياتك كمان. ما في قوه رح تخليني اتراجع عن اللي عم بعمله. طب قل لي شو هي هالمهمة؟
بعدين بقول لك. المهم هلا تعرف انه كل اللي عم بعمله كرمالك وكرمالنا وكرمال مستقبلنا. اوكي. طيب. صار لي اسمي امشي يلا. لوين؟ وبدك تضلك معي اليوم كمان؟ برجع. برجع ما تعطى اليوم. انت متأكدة من هذا الحكي اللي عم تحكيه يا بنتي؟ والله العظيم حكيت كل شيء صار يا زعيم. هي كل شيء بين وما عاد في مجال للشك بنوب. بتحلفي يمين يا بنتي؟ شو؟ يعني بتحلفي على كتاب الله انه كل شيء قلتيه برقبتك وعلى زمتك يا بنتي؟ بحلف يا شيخنا. بحلف. انتي لا تاكلي هم بنوب ام جبري، انا ان شاء الله عم زبط الامور مع اخي وان شاء الله حنفرح بخديجه عن قريب. الله يجبر بخاطرك يا رب. بس بدي منك تقولي لي اول باول شو عم بيصير بالحاره مشان قصه خاتون. من عيوني يا خانو من عيوني. ولازم ام فهد تعرف بالسرقه اللي صارت ببيت الزعيم. انو سرقه؟ يو ما طلعت خاتون سارقه ذهب قبل ما تهرب من الحاره. يو شو هالحكي؟ شو وينها خديجه؟ ما طلعت لحتى اشوفها. ايه هلا ناديلها. خديجه؟ يا مو خديجه؟ ايه يا مو ليكي. ليك ما تبلى هالفتله يا حق وهالقوام، تعي عزيمه بشقيتي تعي. تسلمي لي يا نعمت خان. شلونك يا خديجه؟ والله الحمد لله. تمام؟ حطي ايدك يا بنتي. والله العظيم والله العظيم إني شفت كريم. إنه شفت كريم بهالغرفة هاي. بهالغرفة هاي شاف خاتون ثلاث مرات. بعطنيها على الغوطة تمشطها بيقضوا عليها. لك أنا سيب أولاك فهمت؟ من هون لثلاث أيام رح يشوفوا شي مني ما بيعجبون بنوب. إذا بدك تعمل بالقصة دم أنت بتعرف إنه ما بتخلص غير بدم. يا والله لحسن والله ما حبيت. الدرب اللي ماشيين فيه بده رجال ما بيهابوا الموت، واللي بيهاب الموت ما له مطرح بيناتنا. الفرنساوي ما بنقاشه بنوب. تعرف محله ما عملتها، هلا بدك تعملها؟ رح اسحبه مثل الكلب. ضابط فرنساوي بيمزح فيني الاراضي. الحاره رح تضل محاصره يا ابو فهد. والظاهر بده يلم المونه من كل بيوت الحاره. لك يا اولاد حرام! كريم عم يفوت على بيت ساكنته حلمي. ازاي بقى مش ناوي لي على الخير ابدا؟ هالمرة رضيت بموت كريم، المرة الجاية رح تكون خاتون. ابو العز ما غسل عاره وما بنقبل فيه زعيم للحارة. طب يا ابو فهد لك شلون تتخلوا عنه بهيك محنة؟ لك اذا ما رضي يخالف شرع رب العالمين بتوقفوا ضده. حط ببالك انه خاتون هي اللي قوست على اخوه. بده ياخذ ابنك منك ورشتك فوق راسك. هذا ابني ابني ما حدا له حق في غيري. بدي ابني. اشتقت لك يا حبيبي. صير تحكي عني شروي غروي. خرسي وليه؟ فكرك خالد حيقبل فيكي لما يدرى انك ارعب وهالمنظر؟ معناتها انا كمان بعرف انه انت اللي ما بتجيبي اولاد وحاطه العقد بجوزك. ولك نعمت! هرب وخذها مني على الصاحي. ولك بتسلم ابن بلدك للفرنساوي اولاد؟ انت سايبها اليوم. لك يا فاروق، لك يا اخي يا ابن ابي، عم توقف ضدنا. بدك تشتغل مع الفرنساوي؟
على ابن بلدك؟ ولك إذا ابن قلبي طلع خوان ولي الأصل ولك